مشاهدينا، ولفتح ملف التفجيرات التي وقعت في القدس المحتلة اليوم وتداعياتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة المحلل العسكري الفلسطيني الأستاذ عبد الله العقاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستعد. حياكم الله وياكم. قتيل إسرائيلي بانفجار وإصابة 18 آخرين قرب محطة حافلات بالقدس، بداية كيف تقرأ هذه الثغرة الأمنية رغم حديث الاحتلال عن قبضة أمنية حديدية؟ هل هو حديث سياسي أكثر منه مهني؟ أولا الرحمة للشهداء الذين بدمائهم خط شعبنا الفلسطيني خارطة الطريق نحو تحرير فلسطين كل فلسطين. العملية اليوم هي تتويج لعمل ثوري فلسطيني تراكم وتراكم حتى كان هذا الإبداع الفلسطيني اليوم أن يفاجئ الاحتلال في القدس، والقدس دائما وأبدا أم البدايات. هذه البداية الثورية القوية أن يواجه الاحتلال في معقل المدن الكبرى التي كان يعتبرها في منأى عن أن تكون في المواجهة وفي قلب المواجهة، هي اليوم تعود إلى ذات المواجهة، بل يكون منها ذات الفعل الثوري بهذا العمل الأدائي الدقيق جدا والذي أعجز الاحتلال. طبعا الاحتلال تكتم، ولكن هناك بعض التقارير كشفت أن حجم الخسائر أكبر من ذلك، حيث أن بعض التقارير أضافت أن 47 جريحا. العملية بنوعيتها هي أكبر من أي رقم، وبالتالي اليوم المقاومة تفتح الباب الذي يخشاه العدو الصهيوني، يخشى العدو مثل هذه العمليات الفدائية، ولكنها اليوم جاءت في إطار تقني وكما هو وصفها تطور كيميائيا وإلكترونيا. إن كان دقيقا ما أوردته التقارير أن قدرة المقاومة على تعطيل الكاميرات بحيث تمكنت من وضع هذه العبوات في منطقتين حساستين بالاتجاه الذي يجعل الاحتلال في حالة من الإرباك أن يواجه عقل المقاومة المتطور والذي يسبق الاحتلال في كل مرة بخطوة أو خطوتين. اليوم المقاومة توجت هذه المرحلة، أعتقد أن هذا الباب لم يفتح وإنما كسر أمام الثورة الفلسطينية التي ستفاجئ الاحتلال في كل مرة وفي ذات المدن التي كان يعتبر أنها في منأى عن همجيته وإجرامه. أنت تتحدث عن 200 شهيد فلسطيني خلال هذا العام. نعم، الفعل الثوري تصاعد في مواجهة إجرام الاحتلال المتزايد. نعم. أستاذ عبد الله، يعني بعيدا أن هذه العملية منذ 6 سنوات لم يعني جديدة منذ 6 سنوات، إلا أن نقل هذه العمليات إلى الداخل الفلسطيني وإلى قلب القدس في ظل حملات مستمرة للاحتلال على الضفة، كيف ترى إلى تطور هذه العملية النوعية؟ بالتأكيد التطور أن المقاومة الفلسطينية كانت ولا زالت قادرة على الفعل، وإذا ما طورت الأداء في الفعل هي تطور القدرة على احتمال ردة فعل العدو. أقول لك هذا التطور لم يكن مفاجئا لمن يراقب سلوك المقاومة الفلسطينية وقدرتها على استخدام التجارب السابقة، لكن المفاجئ السرعة، أن المقاومة أسرعت إلى هذه الخطوة دلالة على أنها قادرة على احتمال ردة فعل العدو اتجاه هذا الفعل الثوري. والأمر الآخر قدرتها على مواصلة هذا الطريق، هذا الذي يجعل الاحتلال أمام تحدي خطير، إما أن يغوص في وحل الضفة الغربية بقدميه لينتزع هذه الإرادة الثورية المتصاعدة، لأن السلطة بما تمتلكه من إمكانيات لم يعد هناك إرادة للكادر الأمني لأن يخدم الاحتلال خدمة مجانية باحتلال بشع. هذا الذي يخشاه العدو الآن، أن هذا الباب قد كسر وأن هذا الفعل سيتصاعد وأن قدرة المقاومة على وجاد وأن ردة فعله ستزيد الثورة اشتعالا ولن تكف يد المقاومة من أن تزيد من هذا الفعل الثوري، لأن شعار هذه المرحلة، أقول لكم وبكل صدق، شعار هذه المرحلة أن الوطن كله في ساحة واحدة وساحة واحدة وجبهة واحدة في مواجهة العدو. نعم. سيد الله، حصيلة القتلى تقول أنها أكبر بكثير من المعلن، ولكن قتيل إسرائيلي والعدد الباقي 18 أو 19 جميعهم إسرائيليين مستوطنين؟ بالتأكيد العدد اللي كشفت عنه بعد التقرير 47 جريح، هناك 4 حالات ميؤوس منها، هناك قتيل، العدد كبير. العدو تخف يعني تكتم عن أن يظهر الحقائق، لأنه يعلم أن إظهار الحقائق ستزيد من وتيرة الغضب الضاغطة على القيادة السياسية للعدو الصهيوني في مواجهة هذه الحالة الثورية. ليست هناك كثير خيارات أمام العدو، المقاومة متجهزة لكل ردة فعل، وما أقدمت على هذا الفعل إلا وقدرتها على أن تواجه أي ردة فعل لهذا السلوك. هنا لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، من تعتقد أن يكون وراء هذه العملية؟ هل سيتم الإفصاح عنها أم هو تكتيك بعدم الإفصاح عن منفذ العملية أو الجهة التي وراءها؟ أنا في تقديري أن المقاومة الفلسطينية الآن بدأت تعمل كلها تحت عناوين جامعة،
سواء عرين الأسود، كتيبة جنين، كتيبة جبع، هذه العناوين الثورية الجامعة هي بدها تعكس القيمة، قيمة المقاومة التي يلتم ويلتحف الشارع الفلسطيني بهذه القناعة وتجذر حول هذه الإيمان بهذه القيمة كمقاومة. الفصائل والشعب الفلسطيني كلهم ينصهروا في تعزيز والإيمان في تمثل حالة المقاومة بأعلى درجة. لا أعتقد أن الفصائل اليوم هي بحاجة أن تعكس ذاتها إلا من خلال تدشين وترسيخ المقاومة كإيمان بهذه القيمة وكحق للشعب الفلسطيني أن ينتزع حقه في المقاومة. انتزاع الحق في المقاومة، وقد قتلنا وحوربنا واتهمنا بالإرهاب لانتزاع هذا الحق لمجرد حق المقاومة، نعم. اليوم أنت معني أن كل الشارع الفلسطيني يؤمن بهذه القيمة وتنطلق من ذات قناعة الشارع الفلسطيني. نعم أستاذ عبد الله، على أثر هذا التفجيرين اليوم النائب المتطرف بن غفير يطالب باجتياح الضفة الغربية، هل ممكن أن تذهب الحكومة الحالية لهذا الطلب، ولا سيما وأن الكل يسعى إلى منصب في الحكومة الجديدة وقد يدعمه هذا التصعيد ضد الفلسطينيين؟ الكيان الصهيوني يغرق بكليته في التطرف، التطرف حالة عماء، حالة غباء، حالة من الجنون. لكن أقول لك المؤسسات التي تسمي نفسها العاقلة في الكيان، المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، تدرك أي اجتياح موسع في الضفة الغربية يعني انهيار وسقوط السلطة. سقوط السلطة في القراءة الصهيونية تشكل خطر استنزاف لا تحتمله دولة الاحتلال في مواجهة الضفة. إذا كانت نصف الضفة في حالة ثورة ومعها السلطة، هناك نصف الجيش الصهيوني منشغل في مواجهة الضفة الغربية. الاجتياح الموسع يعني انهيار السلطة ونهايتها، وبالتالي عودة مواجهة الشعب الفلسطيني لهذا الاحتلال ليبتدئ ما انقطع بفعل أوسلو. الاحتلال بعد الانتفاضة 87 اللي استمرت إلى 94 وصل للقناعة أن الضفة الغربية وقطاع غزة عبء لا يمكن احتمال الاستمرار، جاءت أوسلو لترفع عنه هذا العبء. أنا أقول لك ليس كثير بدائل أمام الاحتلال، الاحتلال يعلم أن الخيارات تضيق، واليوم بعملية القدس ضاقت كثيرا. لو ترك الأمر لهؤلاء الغلاة من المتطرفين سيذهبوا إلى الجحيم بأرجلهم. الشعب الفلسطيني لن يكف عن ثورته ولن يقف دون أن يقنص هذا الاحتلال، وهذا حق للشعب الفلسطيني، نعم. انتزعه ومصر على أن يستمر في هذا الطريق. من غزة المحلل العسكري الفلسطيني الأستاذ عبدالله العقاد، شكرا جزيلا لك.